قبل المرة الماضية بلشنا بالشابتر الجديد المتعلق في عملية المانجمنت للأكاونتس اللي بتكون موجودة على اللينكس اوبريتنج سيستم، وأغلب الكوماندز بتطبق كمان برضو على اليونكس اوبريتنج سيستم. شفنا وين الملفات اللي جوا السيستم اللي بتكون معلومات اليوزرز موجودة جواتها، ولاحظنا إنه في عندنا ملفات أو ملف خاص في المعلومات تبعت اليوزر، وفي عندنا ملف ثاني فيه الهاش باسورد او الباسورد اللي بيكون موجود جوا السيستم، وشفنا انه في ملفات كمان خاصه في الجروبس، وعرفنا كيف ممكن ان نضيف خلينا نحكي يوزر بالطريقه البسيطه جدا، وكيف ممكن نضيف يوزر مانيولي، كيف ممكن نعمل ديسيبل لليوزر. طبعا اليوزرز اللي بتكون موجوده على السيستم اكثر من نوع، في بعض اليوزرز اللي بتكون خاصه لعمليه خلينا نحكي الديلي اكتيفيتي او النشاطات اللي احنا بنقوم فيها عاديه، وفي عندنا سبيشال يوزرز هذول بيكونوا خاصين لبعض ايش السيرفيسز. شو الفكره من الموضوع هذا صراحه لغايه السكيورتي فور سكيورتي بيربسز، انه انا هاي الابلكيشن هذا بيكون لما بيشتغل في يوزر جوا السيستم بيكون مسؤول عن هذا الابلكيشن، فبدل مرات ما الابلكيشن هذا بيحتاج الى اني اعطيه صلاحيات كبيره جدا، لا بعطيه صلاحيات بسيطه جدا. من ضمن الاشياء اللي بعطيه هي انه اليوزر اللي بيدخل في هذا اليوزر اللي من برا اللي بيحاول يشبك على السيستم على هاي السيرفس او على هذا الابلكيشن، بالغالب مثلا بيكون ما له صلاحيه انه يعمل اللوجن العادي اللي من خلال اس اس اتش او من خلال الكونسول. اخذنا في عندنا السبيشال يوزر اللي هو الروت اللي الاي دي تبعه زيرو اللي بيكون له كنترول على السيستم كامل. كمان حكينا انه اغلب السبيشال يوزرز بالغالب بيكون الاي دي تبعهم اقل من او عفوا السيرفيسز يوزرز الاي دي تبعهم اقل من 100. لو جينا على اللينكس اوبريتنج سيستم، لو جينا مثلا هنا على الكالي، ولو رحنا على الملف اللي هو الـ ETC FastWD اللي بتكون فيه معلومات اليوزرز، لاحظوا الصلاحية تبعته قديش read write و read read، يعني 644. لو جيتك في الامتحان وسألتك شو هاي الصلاحية تبعت اليوزر هذا أو الفايل هذا، تحكي لي 644. طبعا لاحظوا هنا اليوزر اللي احنا فيه اللي هو ايش الروت. طيب اذا كنا اليوزر تبعنا ايش الروت، فمعناته بنقدر نعمل ريد رايت. اذا كان واحد من اليوزرز تابع للجروب تبع الروت برضه بيقدر يعمل فقط ريد، ما بيقدر يعمل رايت. اذا كان اذر لا هو اونر اللي هو الروت ولا هو من ضمن الجروب، هذا بنسميه ايش اذر. الاذر بيقدر يعمل ايش كات للفايل اللي هو الاي تي سي باز دبليو دي. لاحظوا هنا طلع لي التو يوزرز، واحد منهم اللي هو الروت اللي هو الاي دي تبعه زيرو، واحد الديمن يوزر اللي هو مسؤول عن البروسيس او اللي بتكون معمولها رننج في الباك جراوند. لاحظوا هنا الشيل تبعه بيكون نون ايش لوجن، ما بقدر ايش يعمل لوجن عادي. هون اليوزر الشيل تبعه من النوع اللي هو زي شيل. طبعا في عندك الباش، وفي عندك في عندك كثير صراحه من الشيلز، كثير من ايش الشيلز اللي هي الشيل العادي، في عندك الباش وفي عندك الكورن، انواع ايش كثيره. كمان حكينا انه في عندنا ملف ثاني اللي هو الاي تي سي شادو، حكينا انه هذا الملف اللي له صلاحيه يقرا الكونتنت تبعه فقط اللي هو الجروب اللي اسمها شادو واليوزر اللي اسمه ايش روت فقط لا غير. اي يوزر ثاني بالغالب ما بيحاول ما بيقدر يقرا هاي الكونتنت تبعه الا بشروط معينه، يعني على سبيل المثال انه يكون الروت عامل له ديليجيشن مفوضه او معطيه جزء من صلاحياته من خلال السودو كوماند. كمان اخذنا كيف ممكن ان نضيف يوزر من خلال الكوماند اللي حكينا عنه اللي هو اليوزر اد. على سبيل المثال لو حكينا يوزر اد وحطيناه مثلا يوزر اسمه ام او اتش، لاحظ مباشرة بيضيف لي اياه بابسط صورة. طبعا احنا لما نضيف اليوزر بهاي الآلية
ما عملنا كرييشن للهوم دايركتوري، ما عملنا كرييشن للسيتنجز اللي خاصه في البروفايل هذا، كل هاي الاشياء احنا ما عملنا لها ايش كرييشن. كيف ممكن انت بامكانك تعملها كرييشن؟ اذا بتروح على المان بعدين بتروح على اليوزر اد، تقدر تعمل كثير من الاشياء. على سبيل المثال بامكانك تضيف الهوم دايركتوري، تعمل كرييشن للهوم دايركتوري، بامكانك تضيف الكومنت، بامكانك تعمل صراحه كثير من الاشياء، وهي راح ناخذها اخر المحاضره. طيب شو في عندنا طريقه ثانيه اني اضيف يوزر؟ في عندنا الطريقه المانيوال اللي اعدل على الاي تي سي باس دبليو دي فايل، وبعدين اضيف انقل الملفات اللي موجوده بالسكيلتون فايل، وبعدين عفوا قبليها بعمل كرييشن لهوم دايركتوري، بدي انقل الملفات اللي جوه السكيلتون فايل، بغير الاونر وبغير الصلاحيات كلها. في عندنا صراحه خلينا نحكي كوماند ابسط من هذا، في عندنا كوماند اسمه اد يوزر. الكوماند اللي اسمه اد يوزر ببساطة أعطيه اسم اليوزر، على سبيل المثال MOH2. لاحظ مباشرة راح أعطاه جروب اي دي، وراح أعطاه يوزر اي دي، وراح أعمل له كرييشن لهم دايركتوري اسمه /home/home2، وراح عمل كوبي للملفات اللي جوا السكيلتون فايل، وبرضه هون سألني عن الباسورد. لو أعطيناه الباسورد هنا أي باسورد، لاحظ هون بيسألك عن الكومنت اللي بدك تضيفها، يعني لو حطينا له مثلا الروم نمبر مثلا 111، رقم تليفون لو حطيت له رقم تليفوني، الهوم فون مثلا 7. طبعا هنا اي معلومات، واخر شيء بيحكي لك المعلومات هاي كوريكت ولا لا، بتحكي له ايش كوريكت. طبعا هاي المعلومات وين بتروح؟ بتروح على الفايل اللي اسمه ايش، الاي تي سي باس دبليو دي. لو جينا هنا مثلا عملنا جريب على اليوزر اللي اسمه ام او اتش، هي مجموعة من الأشياء. لاحظوا السطر هذا اللي قدامنا شو معناته؟ في عندنا هنا أول إشي اليوزر اللي هو تبعنا اللي هو الـ MOH2، في عندنا الساين اللي هي الإكس. الإكس شو معناتها؟ معناته اليوزر هذا له باسورد، هذا الباسورد معموله هاشينج جوا الـ ETC شادو فايل. في عندنا اليوزر آي دي اللي هو 1004، طبعا بالغالب اليوزر آي دي للنورمال يوزرز بلش من 1000 وطالع. برضه بنعمل كريشن لديفولت جروب اللي مجموعه من الكومنت، هاي كلها خاصه في الكومنت. في عندنا الهوم دايركتوري اللي هو /home/MOH2، في عندنا الباش العادي او الشيل العادي اللي هو خاص في اليوزر هذا اللي هو البن باش. هاي اغلب الاشياء اللي فرجيتكم اياها قبل شويه. هنا بيحكي عن اليوزر واللوجن نيم، بتذكر كل هاي الاشياء. هنا الباسورد بيكون انكريبتد جوا الشادو فايل، الشادو فايل بيكون له اكسس بس من قبل الروت يوزر. برضه هنا بامكاني اعدل مجموعه من بامكاني اعدل على الكومنت، بامكاني اعدل على اللوجن شيل، بامكاني اعدل على الهوم دايركتوري. في عندنا كثير من الكوماندز زي ان والتشينج اس اتش، برضه بتغير لك يعني بتغير لك بالسيتنجز اللي انت بدك اياها. في عندك كمان واحد من الكوماندز المهمه اللي هو اليوزر مود او اليوزر موديفيكيشن، برضه بامكانه يعدل لك على المعلومات اللي خاصه في اليوزر، بامكانك تعدل على الجروب تبعه، تضيفه على جروب ثانيه. وهون في عندنا الملف او خلينا نحكي الفايل اللي هو الاي تي سي شادو فايل، برضه في كثير من المعلومات يعني شفناهم خلال المره الماضيه. وهنا في عندنا الاي تي سي جروب فايل بيكون موجود فيه الجروب نيم، برضه بيكون في عندك اشاره الستار كورسبوندينج انه انكريبتد باسورد ولا لا، وفي عندك الجروب اي دي، في عندك مين اليوزرز اللي هم ممبر في هذا الجروب. يعني كل هاي الاشياء، طبعا كل يوزر واليوزر الثاني اللي بيفصل بينهم اللي هي الكوما. طبعا اذا بدنا نعمل اد يوزر اما بنروح على الفايل اللي هو الاي تي سي باس دبليو دي من خلال الكوماند الفي اي بي دبليو، بعدين بدنا نعمل كرييشن لهوم دايركتوري، طبعا نضيف اليوزر هناك، بعدين نعمل كرييشن لهوم دايركتوري، بنغير الاونر لانه الاونر باي ديفولت بيكون الروت، بنغير الصلاحيات من خلال الكوماند اللي هو التشينج مود، وبعدين بنعمل كوبي للديفولت فايلز اللي هي تكون خاصه في اليوزر اللي ضفناه. هاي الفايلز وين بتكون موجوده؟ بتكون موجوده في السكيلتون فايل، في الاي تي سي سكيلتون فايل. هنا لاحظوا هنا الدوت A الى Z، هنا الدوت كورسبوندينج لا انه بيكون عندي هيدن فايل جوه الدايركتوري اللي هو الاي تي سي سكيلتون.
فكل شيء من A to Z، طبعا اي شيء ببلش بحرف ال A وبينتهي يعني هون طبعا. فانا بعمل زي ريجكس، هذا الريجكس يعني بما معناته جيب لي كل الفايلز اللي موجوده جوا السكيلتون فايل، ولو انت ضفت يوزر او ضفت ملف على هذا السكيلتون فايل، اي يوزر جديد بتضيفه راح ياخذ هذا ايش الملف. هنا كيف ممكن نعدل على ETC group؟ إذا بدك تعمل delete لا user، كل اللي عليك تستخدم الكوماند اللي هو user del. إذا بدك تعمل disable لا اليوزر، إما من خلال ال option اللي هو minus l، أو من خلال تعدل على بعض ال settings أو ال fields اللي موجودة في الملفات اللي حكينا عنها المرة الماضية. هنا أغلب الكوماند اللي أنت بتحتاجها. حكينا عن الروت، حكينا انه روت يوزر مهم جدا، يفترض انك ما تعطيه لاي حدا. باي ديفولت بي الاوبن تو بيكون معمول ديسيبل. هنا طبعا معلومات عن او نصائح عن اليوزر تبع الروت. طيب انا لما بكون داخل جوا السيستم بالغالب بكون داخل في يوزر، في بعض الحالات انا بدي اغير اليوزر هذا الى يوزر ايش ثاني، او بدي اعمل رن لكوماند بصلاحيات ايش يوزر ثاني. احدى الكوماند اللي بنستخدمها كثير في الحياه العمليه اللي هو الاس يو، او يعني سويتش يوزر، او هون طبعا سويتش يوزر شو بيعمل لك؟ بيعمل لك سبستيتيوشن من يوزر ليوزر ثاني. كل اللي عليك انك تحط اس يو، اذا حطيت اس يو لحالها باي ديفولت هنا مباشره بيسالك عن الباسورد، وبفترض انه انت بدك تدخل على اليوزر تبع ايش الروت، بيفترض انك بدك تدخل على اليوزر تبع الروت، بطلب منك تحط الباسورد، بتحط له الباسورد اللي انت بدك اياه. طبعا اذا انت خلينا نحكي تحط اس يو مع اليوزر، بيدخلك في الديفولت شيل اللي خاص في اليوزر اللي انت كنت داخل فيه. اذا بتحط داش قبل الاسم اليوزر بيعمل بيوديك على الباث اللي خاص في اليوزر اللي انت بتعمل فيه لوجن. يعني بمعنى لو اجينا لهون في عندنا، خلينا نضيف يوزر، شو اليوزر اللي ضفناه احنا؟ ام او اتش. طيب لو نعملنا اس يو للام او اتش، لاحظ هون اذا بعمل بي دبليو دي شو بحكي لي؟ بحكي لي انك ايش انت جوا الدايركتوري تبع الروت، مع انه انا اليوزر تبعي مين هو؟ اليوزر تبعي اللي هو ايش؟ ام او اتش، مع انه اليوزر تبعي ايش؟ ام او اتش. طيب لو بدي اطلع منه بحط اكزيت قبل الاس يو، لو حطينا مثلا الداش بعدين اسم اليوزر تبعنا بنحط له بي دبليو دي. طبعا هون ليش طلع لك الروت؟ لانه احنا ما عملنا كرييشن لهوم دايركتوري، طلع لك ايش الروت. لكن لو رحنا على يوزر ثاني له هوم دايركتوري زي الام او اتش 2، لو رحنا على يوزر ثاني لاحظ وين شو بفرجيك؟ بيوديك على الهوم دايركتوري. لاحظوا شو بحكي لك الهوم دايركتوري اللي هو سلاش هوم سلاش ايش ام او اتش 2. هذا ايش الفرق بينهم؟ الفرق ما بين الاس يو العاديه والاس يو مع الداش. الاس يو العاديه بتدخلك في خلينا نحكي الهوم دايركتوري او الباث تبع مين؟ تبع اليوزر اللي انت كنت بالاصل فيه. بينما اذا استخدمت الاوبشن اللي هو الداش لا، بيوديك على الباث او الهوم دايركتوري تبع اليوزر اللي انت بدك تغير من خلاله. طبعا بدك تاخذ معلومات اكثر عن اليوزر هذا او الاس يو كوماند، كل اللي عليك تكتب مان اس يو. اظن بحكي لك له اكثر من استخدام، من ضمن الاستخدامات انه يعمل رن لا كوماند باستخدام يوزر ثاني، او بيعمل سبستيتيوت من يوزر لا يوزر ثاني. طبعا اذا انت بدك تعمل رن، على سبيل المثال انت في اليوزر اللي اسمه اليكس وبدك تعمل رن لا كوماند معين باسم ثاني، كل اللي عليك تكتب su بعدين بدك تحط داش سي اللي هي الكوماند اللي بدك ايش تنفذه، وقبليها شو بدك تحط؟ بدك تحط اسم اليوزر اللي بدك تنفذ ايش الصلاحيات تبعته. يعني مثلا انا اليوزر اليك شو بدي انفذ باليوزر اللي اسمه moh، كل اللي علي بحط su moh داش سي واسم الكوماند اللي بدي انفذه as ايش as moh. يعني لو جيت لهون لقبل شويه خلينا نعمل su داش moh2، حكيت له مثلا هو ام اي، لاحظ هون اوكي هون شو بيعطيني؟ لا من دون الداش. داش سي اللي هو الكوماند، لاحظ هون شو اللي اعطاني اياه؟ اللي اعطاني اياه اللي هو ايش؟ ام او اتش 2. بالوضع الطبيعي لو عملت مثلا اس يو لا اليوزر اللي اسمه ام او اتش مثلا العادي،
وحكيت له هو ماي لحظه بيعطيك ايش بيرمشن دينايد، لانك ايش تحاول تعمل له رن كالروت. لكن اذا بننتبع على الكوماند تبع الاس يو ام او اتش 2 داش سي شو بيفرجيك؟ بيعمل لك رن للكوماند از ايش از الام او اتش 2. لاحظ الكوماند هون لو نفذته هو ماي فانا شو بيعطيك؟ بيعطيك روت. لكن اذا بدي انفذه از اليوزر اللي اسمه ام او اتش 2 لاحظ هون شو بيعطيني؟ بيعطيني اليوزر اللي هو ام او اتش 2. هاي صراحه من الشغلات اللي انت يعني تستفيد منهم بالحياه العمليه. طيب حكينا المره الماضيه او المرات السابقه انه لما انبنى لينكس اوبريتنج سيستم ما كانوا ماخذين السكيورتي في عين ايش الاعتبار. فبحكي لك انه بدل ما كل يوزر موجود عندك بالسيستم تعطيه الصلاحيات المطلقه، لا اعطيه كل واحد الليست بريفليج الصلاحيه اللي هو بيحتاجها. اذا بيحتاج صلاحيات من الروت في عندك الكوماند اللي اسمه سودو اللي هو بيعطيك ليميتد من البريفليج تبع ايش الروت بريفليج. طبعا هون كانك بتعمل ديليجيشن، بتعمل تفويض لا الصلاحيات تبعتك من روت لليوزر ايش العادي، من روت لليوزر ايش العادي. طبعا الاس يو يعني بتسمح للسيستم ادمنستريتور انه زي ما حكيت لكم يعمل ديليجيشن للصلاحيات تبعته لاي يوزر ايش ثاني. طبعا كل اللي عليك انك عشان تنفذ الكوماند بصلاحيات الروت كل اللي عليك تحط قبل اليوزر اللي هو ايش سودو. طبعا اول ما بتحط سودو السيستم بيروح يشيك على فايل، هذا الفايل وين بيكون موجود؟ بيكون موجود جوا الاي تي سي ستودرز. طبعا بيشيك الاثوريتي تبعك هل انت موجود بالفايل هذا ولا لا. اذا كنت انت موجود بيسالك مباشره عن الباسورد، بيسالك عن ايش الباسورد. طبعا هو ايش طبعا بيكون عامل ريكوردنج لكل الحركات، شو الكوماند اللي سويته ومين اليوزر، شو الاشياء اللي انت بتحاول توصل الها. طبعا هل بكل الحالات بطلب مني الباسورد؟ لا، جواب لا، في عندي حالتين ما بطلب مني الباسورد. الحاله الاولى اذا كنت انا دخلت اليوزر قبل اقل من 5 دقائق فما بطلب مني الباسورد. يعني خلينا نحكي اذا دخلت اول مره كتبت سودو وحطيت الباسورد مسموح لي اكتب كوماند بمقدار 5 دقائق بحط كلمه سودو ومن دون ما يطلب مني ايش الباسورد. او جوا الفايل اللي هو الاي تي سي بالسودرز بيكون في عندي هون كلمه ايش نو باس دبليو دي. هلا بالنون باس دبليو دي شو اللي راح يساوي؟ لما انت بتحاول تدخل اي تكتب اي كوماند قبليه وتحط سودو ما بطلب منك ايش الباسورد بهاي الطريقه، ما بطلب منك ايش الباسورد بهاي ايش الطريقه. طبعا الفايل وين بيكون موجود؟ جوا الاي تي سي. سدرز. طبعا لاحظ هنا بيكون في عندك مجموعه من الاشياء من ضمنها الهوست، بيكون عندك شو الكوماند اللي انت بدك اياه ينفذهم، شو الكوماند اللي انت بدك اياه تعطيه الصلاحيات تبعته. لاحظ اذا بدك تعطي الفل الصلاحيات المطلقه كل اللي عليك تعمل زي هيك. اذا كان عندك مثلا اليوزر اسمه محمد بدك تعطيه الصلاحيات زي الروت شو بتسوي؟ بتحط ام او اتش بعدين بتحط اول يساوي اول نقطتين اول بعدين ايش اول. طيب اذا بدي على سبيل المثال اذا ضفت انا كيف ممكن اضيف يوزر على الدايركتوري هذا؟ طبعا في عندك اكثر من طريقه، اما بتحط في اي سودو كل اللي عليك انت عشان تطلع من عشان تعدل على هذا الملف كل اللي عليك تكتب في اي سودو وبتقدر ايش تكتب جوا هذا ايش الملف. فلو كان عندك مثلا يوزر اسمه ام او اتش كل اللي عليك شو بتساوي؟ بتجيب هذا السطر اللي بدك تعطيه زي صلاحيات الروت، لكن بالحياه العمليه انت ما بتعمل هيك. ام او اتش وبعدين مثلا هون كان عندنا ام او اتش 2 وهون شو بتساوي؟ بتعطيه كل صلاحيات ايش الروت بهاي ايش الحركه. هاي اول طريقه. طب شو في عندي طريقه ثانيه اني اضيف على هذا الملف؟ طبعا
طبعا اذا بتتذكروا قبل شيء لما كنا نعمل ادنج لليوزر، بعد ما نضيف اليوزر بامكاننا شو اللي بنسوي؟ بامكاننا نحط الكوماند اللي هو اد يوزر، واليوزر اللي اسمه اموش 2، بعدين شو بنحط؟ بنحط سودو. شو اللي بصير عندي هنا؟ اللي بصير عندي انه في جروب جوا السيستم اسمها سودو، فانت ضفت اليوزر اللي اسمه اموش على الجروب اللي اسمه ايش؟ سودو. لذلك اي يوزر ضمن الجروب هذا شو اللي بيسمح له؟ بيسمح له انه يعمل رن للصلاحيات. حكينا انت قبل ما تحط، قبل ما تعمل رن لاي كوماند، السيستم بيروح يشيك وين جوا الاي تي سي، جوا السودرز او السودرز، تمام؟ جوا هذا ايش؟ الفايل. فهو لما يجي على هذا الفايل، بده يشيك هل انت اليوزر تبعك موجود هون ولا لا. لاحظ هون احنا شو في عندنا؟ في عندنا اليوزر قبل شويه مثلا، هل اليوزر هذا موجود هون؟ يعني لو حذفت هاي، احنا قبل شويه عملنا على MOH2، تمام؟ لو حذفنا السطر هذا، هل اليوزر MOH صريحا موجود هنا؟ جواب لا، لكن وين موجود؟ موجود ضمن الجروب اللي ايش اسمه؟ اللي اسمه سودو. فاصلا لو اجي انا على جوا السيستم، جوا على الاي تي سي، على الجروب، وشيك على السودو، لاحظ شو بلاقي؟ بلاقي الجروب اللي اسمه سودو، كم شو الممبرز اللي جواته؟ في عندك اليوزر اللي اسمه كالي، في عندك اليوزر اللي اسمه اليكس، في عندك اليوزر اللي اسمه ايش؟ MOH2. كل هاي اليوزرز موجودين جوا هذا ايش؟ الملف. وهنا واحد قاعد على الكرسي، اللي قباله روح اعمل لي سندويشه. طبعا هنا هذاك يقول له شو بدك مني؟ يعني عفوا شو بدك؟ فهنا هذا الزلمه يعني شو بحكي اللي قاعد على الكرسي؟ بحكي له سودو اعمل لي سندويشه. هون هذاك بيقول له ايش؟ اوكي. لاحظوا هنا الفايلز اللي بيكون جوا الكونتنت تبع السودرز فايل، هون الكونتنت تبعه. بامكانك تضيف يوزر، بامكانك تحدد الكوماند، بامكانك تعدل على التايم اوت، كل الاشياء هاي بامكانك تعملها في هذا الملف. طبعا هون كل بيرمشن لاين بيكون في عنده اكثر من خاصيه، بيكون فيه مين اليوزرز اللي بتطبق عليهم هذا اللاين، مين الهوست اللي بتطبق عليهم هذا اللاين، شو الكوماند اللي انت بدك تطبقها، مين هم اليوزرز اللي انت بتقدر تعمل اكسكيوشن للكوماند من خلالهم. طبعا زي ما حكيت لك بدك تعدل عليه من خلال الفي اي سودو، بدك تعدل عليه. لاحظ هنا الادفانتج تبعت السودو، موضوع الاكاونتابيليتي هنا من ناحيه الديجيتال فورنزيك، هذا صراحه بيهمنا كثير جدا، يعني لانه اي واحد ممكن يسبب خراب في السيستم، فانا بامكاني ارجع لللوجز وبثبت اللي صارت جوا السيستم. في كثير من الشغلات انا بقدر انفذها من دون ما اخلينا اعمل رن للروت كوماند. يعني تقريبا هاي اغلب الادفانتج تبعات السودو. طبعا انا بالامتحان يعني ما بطالبك، يعني سؤال زي هذا يعني ما بطالبك انه اذكر لي الادفانتج تبعات السودو، بس على الاقل انت يعني يفترض تكون تعرفهم. يعني من ضمن الشغلات الكويسه في السودو، في عمليه الاكسكيوشن غالبا بيكون اسرع من الاس يو. طبعا الصلاحيات اللي تمنحها لليوزر بامكانك تقدر تعمل ريفوكينج لها، بتقدر بامكانك تسحبها. A complete list of users with الروت بتكون موجودة جوا هذا الفايل. طبعا من ضمن الأشياء اللي disadvantage، بدك تدير بالك إذا كان اليوزر تبعك له صلاحيات جوا هذا الفايل، لأنه أنت بإمكانك تكتب كوماند زي اللي عندنا هون، sudo rm dash r capital بعدين slash، وأنا بتحاول تحذف كل الملفات اللي موجودة بالهوم دايركتوري. فبدك تنتبه على الكوماند اللي انت بدك تعملها رن اذا كان معمول لك ديليجيشن، او السيستم ادمنستريتور مفوضك انك تعمل رن لكوماند. امثله على بعض اليوزرز اللي بتكون جوا السيستم، في عندنا البن، وفي عندنا ديمون، وعندنا النوبادي. هاي اليوزرز كل واحد منهم بيكون لها استخدام. واحد البن طبعا الليجاسي اونر للسيستم كوماندز، هنا الديمون هو خاص في الاونر للانبريفليج فايل والبروسيس اللي بتكون معمولها رننج. النوبادي هنا لموضوع النتورك فايل سيستم. طبعا زي ما حكينا خلال المره الماضيه، الجروب بامكانك تعطيها باسورد، او بامكانك تعدل على الصلاحيات، او بامكانك تعدل كل جروب بين اليوزرز اللي جواتها. طبعا في عندك الكوماند اللي اسمه النيو جروب،
بسمح لليوزر انه يغير الديفولت جروب اللي خاصه فيه. بدك تضيف باسورد للجروبز من خلال الكوماند اللي هو الجي باس دبليو دي. صراحه انا ما شفتها بالحياه العمليه نهائيا. هذا بالنسبه بالنسبه للتشابتر تبع اليوزر او الاكونت مانجمنت. وانا هون في عندنا تقريبا يعني اسئله مقتطفه اخذتها من واحد من الهوم وركات، اتوقع واحد من الهوم وركات توعات الفصل الماضي او الفصول السابقه. يعني لاحظ هنا السؤال بيحكي لك انك بدك تعمل كرييشن ليوزر اسمه اليكس، وتعمل كرييشن لهوم دايركتوري، وبدك تضيف كومنت اسمها ايش، اليكس 1 اف اي دبليو. وكل هاي الشغلات بدك تعملها على سطر واحد. ف كل اللي عليك انك تيجي على، طبعا اذا بتلاحظوا اذا نستخدم الكوماند اللي اسمه اد يوزر، هون شو بيساوي لي؟ بيروح يضيف لي هاي الاشياء اوتوماتيكلي، لكن انا ما بدي، انا بدي مانيوالي. فاذا بتتذكر قبل شويه في عندنا الكوماند اللي اسمه اليوزر اد، فمن خلال اليوزر اد انا شو بدي اعمل؟ بدي اعمل كرييشن ل اول شيء الهوم دايركتوري. اذا باجي هنا، اذا باجي بدور على وين بعمل كرييشن او الشيء اللي بيعمل لي كرييشن، طبعا اذا بتحط خلينا نحكي الفورورد سلاش بتقدر تعمل سير جوا النص هذا. لاحظوا هنا بحكي لك اذا بتعمل كرييشن لهوم دايركتوري كل اللي عليك تحط الاوبشن اللي هو ال ماينس ايش ام. طيب اذا بدك خلينا نحكي تضيف كومنت، إذا بدك تضيف كومنت، إذا بدك تضيف كومنت كل اللي عليك إنك تستخدم إيش الكوماند اللي هو أو الأوبشن اللي هو الداش سي. طيب نيجي على السيستم، حكينا بده إيانا نضيف يوزر اسمه أليكس واحد، فكل اللي علي يوزر آد بعدين أليكس واحد، بعد الأليكس واحد بدي أعمل كريشن للهوم دايركتوري. كيف نعمل كريشن للهوم دايركتوري؟ من خلال الأوبشن اللي هو الماينس إم. حكى لك بدك تضيف الكومنت، الكومنت شو بدك تحط جواتها؟ اليوزر اللي اسمه اليكس 1 اف اي دبليو، هذا الكومنت. وبعدين بدك تضيف اليوزر اللي انت بدك تضيفه، شو اسم اليوزر اللي بدنا نضيفه؟ اليكس 1. طبعا انت عندك اكثر من خيار. احنا هون خلينا اول شيء نرتب الكود تبعنا، نعطيها هيك اليكس 1. لاحظ هون انضاف عندي ايش؟ اليوزر. طيب خلينا مثلا نتأكد انه اليوزر هذا انضاف ولا ما انضاف. كل اللي بروح على الـ ETC باس WD، بعدين بعمل جريب على اليوزر اللي اسمه اليكس واحد. لاحظ انضاف عندي اليوزر، ولاحظوا هون الهوم دايركتوري تبعه اللي هو سلاش هوم اليكس واحد. اذا بروح على الهوم وبعمل ls مثلا اوكي سلاش هوم، مش سي دي عفوا، لازم ls. لاحظ هون شو بحكي لك؟ بحكي لك انه في عندك يوزر اللي هو اليكس واحد في له هوم دايركتوري. هذا بالنسبه للسؤال الاول. طبعا هون بحكي لك اعمل كرييشن ليوزر اسمه اليكس 2، واعمل كرييشن لهوم دايركتوري، واعمل كرييشن لباش، وحط ديسكريبشن اسمه اليكس 2 ام او اتش، كلهم عليهم بسطر واحد. طبعا الهوم دايركتوري كيف بامكان نضيفه؟ من خلال الاوبشن اللي هو الماينس ام، من خلال الاوبشن اللي هو الماينس ام، الكومنت من خلال الاوبشن اللي هو الماينس سي. خلينا نشوف كيف بامكان نضيف، نحدد نوع الشل. نرجع على المان نشوف. لاحظ هون بحكي لك اذا بدك تضيف الشل أو تحدد نوع الشل، كل اللي عليك تحط الاوبشن اللي هو الداش اس، وتحط الشل اللي بدك اياه. طبعا هو في عنده باي ديفولت شيء جوا الاي تي سي ديفولت يوزر اد، بيكون في عنده شل خاص فيه. طيب لو رجعنا لهون على نفس السطر تبع قبل شويه، نعطيها اليكس 2، وهنا اليكس 2.
بيصفي علينا بس نحدد الشيل تبعنا. الشيل مثلا اوبشن اللي هو داش اس، نوع الشيل خلينا مثلا نعطيه بن داش زد اس اتش زي الروت. طيب نيجي نتاكد اليوزر اللي ضفناه، لاحظ هنا الاكس 2 موجود، وجوا الاي تي سي باس دبليو دي برضه موجود، واليوزر اي دي تبعه 1006 والجروب اي دي 1006. لاحظوا هنا نوع الشيل تبعه ايش، بن زد اس اتش. هذا كمان ضفناه. طبعا كيف نعمل فيريفيكيشن؟ شفنا من خلال الاي تي سي باس دبليو دي، كل اللي عليك تروح تعمل كات وتعمل جريب للشيء اللي بدك اياه، سواء على مستوى الشادو او على الجروب. يعني اللي بتطبق اللي طبقناه هون على الاي تي سي بامكانك تطبقه انت على الجروب او على الشادو. لو جينا هون على الشادو، لاحظ هنا هاي اليوزر موجود، لاحظ هون بعطيك علامه استفهام انه ما له باسورد او ما له باسورد. طبعا هون تاكدنا كيف نتاكد انه من الهوم دايركتوري، بنروح على جوا الهوم ونعمل ls للكونتنت تبع الهوم، بنشوف اليوزر الفولدرات تبعت اليوزرز موجوده ولا لا. هون بحكي لك ضيف يوزر اسمه اليكس تايم، وخلي الديفولت لوجن شيل تبعه اللي هو البن ديت. طبعا هاي كيف بامكانك تسويها، يعني اصلا احنا اوريدي سوينا شيء زيها قبل شويه. نيجي لهون، شو كان بده يسميها؟ اليكس تايم، ما بده كومنت ولا بده هوم دايركتوري، بس بده ايش اللوجين تبعه بن ديت. طبعا اذا بتشوف شيء زي هيك بالغالب هذا بيكون سيرفيس او يوزر خاص في سيرفيس، هذا عباره عن يوزر خاص ايش في سيرفيس. اذا بنيجي على الشادو او على الاي تي سي باس دبليو دي ونشوف الاليكس تايم، لاحظ هون بن ديت، وهو عمل كرييشن لهوم دايركتوري بس اصلا اوريدي مش موجود هذا. وفي عندنا الجروب اي دي 1007 واليوزر اي دي 1007، هذا بالنسبه لليوزر اللي ضفناه. طبعا هون بحكي لك شو اللي بيصير لما اليوزر الاليكس تايم بيحاول يشبك على السيستم. طبعا اللي بيصير انه اليوزر بيكون له صلاحيه بس انه يشوف الابلكيشن هذا اللي هي البن ديت فقط لا غير، ما له صلاحيه يشوف اي شيء ثاني. لما بيعمل اكزيت خلص ما بضلش شيء نهائيا جوا السيستم. لاحظوا هون بيعمل لك بحكي لك اعمل كريشن لملف اسمه هاي دوت تي اكس تي وحطه جوا السكيلتون فايل، بحيث انه اي يوزر جديد بنضاف على السيستم بنضاف عليه. طبعا هاي كيف بامكاننا نسويها؟ هاي بامكاننا نسويها ان بدنا نروح على خلينا نحكي على السكيلتون فايل ونضيف اليوزر اللي بيكون هناك. يعني لو نروح على سي دي ده الاي تي سي سكيلتون ونضيف خلينا نحكي اليوزر اللي او الفايل اللي بدنا اياه، مثلا تاتش لفايل اسمه مثلا هاي دوت تي اكس تي، ولو جواته مثلا تحط اي كونتنت انت بدك اياه، حط مثلا هلو. فالان انت لما تضيف اي يوزر، لما تعمل يوزر خلينا نحكي اد او لا خلينا نحط اد يوزر اد يوزر، هنا اي يوزر انت بتضيفه على السيستم مثلا اليكس 50، لاحظ هنا خلينا مثلا نعطيه باسورد ونعطيه يس. روح على اليوزر اللي هو اللي حكينا اللي اسمه اليكس 50
اعمل ال اس، لاحظ تلاقي انت باي ديفولت انعمل كرييشن للملف اللي اسمه ايش هاي دوت تي اكس تي. احنا لو نضيف هسه كمان يوزر جديد مثلا اليكس 60 تعطيه باسورد وروح على الفايل او الهوم دايركتوري اللي هو 60 واعمل الاس، لاحظ بتلاقي الفايل اللي انت ايش انشاته، بتلاقي الفايل ايش اللي انت انشاته. طبعا هنا بدي بحكي لك انه شو اسمه اعمل فيريفاي للكرييشن اعمل فيريفاي للكرييشن والديليت لليوزر اللي انت ضفته. طبعا اذا بدك تعمل ديليت كل اللي عليك بدك تحط يوزر ديل واسم اليوزر بدك تحذفه. هون شوفي انه هون انا بحكي لك غير الديفولت لوجن شيل لليوزر اللي اسمه اليكس باستخدام البن باستخدام لا البن باش. طبعا انت في عندك اكثر من طريقه، اما بتفوت تعدل على اما بتفوت تعدل على من خلال الاي تي سي باس دبليو دي، او في عندنا طريقه من خلال الكوماند اللي هو اليوزر موديفيكيشن، يعني يوزر مود. من خلال اليوزر موديفيكيشن كمان بامكانك تعدل على اللوجن تبع الشيل. خلينا نروح نعمل سيرش على الشيل، لاحظ هون نفس الشيء بحكي لك بدك تعدل على الشيل، كل اللي عليك تحط الايش داش اس واللوجن شيل اللي انت بدك اياه. فالان لو رجعنا مثلا على اليوزر اللي احنا انشاناه له اصلا اللي اعطيناه زد اه، كل اللي علي هون اني استخدم الكوماند تبع اليوزر موديفيكيشن واحدد خلينا نحكي اليوزر اللي بدي اطبق عليه هذا الشيء. مين هو اليوزر؟ اليوزر اللي اسمه ايش؟ اليكس اليكس اتوقع 2 اذا ما خيبني ظني. هون ايش يوزر مود بيعطيك انه في مشكله عليه. طيب خلينا مثلا لو اعطينا على 50 اوكي، مثلا عدلنا هنا اليوزر لوجن لليوزر 50 بدي اتاكد. اليكس 50 لاحظ هنا تغير من باش ل زد اس اتش. هذا تقريبا اغلب الشغلات اللي تتعلق في هذا الشابتر. صراحه يعني الشابتر هذا مفيد جدا بالحياه العمليه، سواء في الديجيتال فورنزيك، سواء اذا تشتغل سيستم ادمنستريتور، اذا اشتغلت بالويب ابلكيشن، شو ما اشتغلت صراحه بتستفيد من هذا الشابتر كثير.